بداية أنا بشكر طبعا الإخوة الزملاء اللي جم طلبوا مني إن أقول كلمة للدفعة 27. أتمنى لهم طبعا إن شاء الله يكون ليهم مستقبل أفضل من الوقت اللي هم قضوه في الكلية، وأتمنى إن كل واحد يضع في اعتباره قدامه إن يكون صادق مع نفسه في ممارسته للمهنة، وإن باستمرار يحس إن هو ما وصلش للهدف او للقمه في التخصص بتاعه مهما كان كبر ومهما كان عالي. انما لو حس في يوم من الايام ان هو بقى احسن واحد واكتفى بما هو اتعلمه حسب الدخل اللي جاي له او حسب العمليات اللي بيعملها، تاكد انه هيبقى بدايه الهبوط وده بيقول الصعود للهويه. لازم الانسان باستمرار في الطب في المهنه بتاعتنا بالذات يقرا ويتعلم كل يوم طالما في نفس في طالع نفس. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم ان شاء الله مستقبل سعيد باذن الله. الف مبروك التخرج بدفعه 27. الحقيقه كل دفعه بتتخرج بتحسسنا بفرحه جامده قوي، وان تعبنا ما راحش معاهم على الفاضي، وبنحب نشارككم اللحظات السعيده دي، ونشارك الاباء والامهات اللي تعبوا والمجهود الجامد قوي اللي اتبذل والتيم ورك اللي كان وراكم لغايه ما توصلوا للحظه زي دي. الف الف مبروك، ودايما يا رب من نجاح لنجاح، ونشوفكم احسن دكاتره في الدنيا كلها. زمايلنا دلوقتي وان شاء الله يبقوا احسن مننا. اتمنى من قلبي كده دوم التوفيق والتفوق ان شاء الله.